الدري اللي قلت لكم الدري اللي كيخدم مع هذاك اللي كان جابه هو العود بدا يتحسن وريتي ومشي ياكل ومشي للترابع مازال هذا هو العود اللي كان في الرمله الغرب اللي كنتي قاتل هذا العود هذا راه ما غايسمحش لك حتى اليوم القيامه ولكن كنشكروا السيد اللي تهلا فيه الغرب راكم واعرين شويه شوف تبارك الله كيرد العود شوف ما كيبغيش داك الشيء شوف العود اللي لاح الميكا شوف العود شوف تبارك الله الكرش كي دايره شوف قد معايا نهضر معاه والبال ديالها تتحب ومالو شري له حتى انت عليفه وشري له الملاص راه ماشي بقره هو تحط له تبينه مصور على السلف وكدير له داك الشيء 20 كيلو تبارك الله زيان انت تهليتي فيه انت الله يحفظك والله عاد يدير لنا دابا المشية شوفوا العود كي ولا شوفوا العود تبارك الله الغربة ولا قتلتي العود راه هضر معايا في التليفون داك النهار والله الا هضر معايا قال لي انا راه هو اللي كان عندي هذا العود وبصح كنت كنهز عليه الرملة والله العظيم بالله ماشي حشومة عليك درتي له هذه الحالة هذه والله الا بالله شنو درتي لهاد الحاله هاد العود ديالك هاد الحاله هادي ماشي حشومه قال لي شنو قال لي قال لي كنت كنهز عليه الرمله كنجيب عليه الرمله كنسالي كنحطو كنطلقو يمشي يقلب على راسو يقلب على راسو يلا قول له ما عندك ما توكلو انت مصور على 10000 الله عليك ماشي حشومه عليك راه ما يسمحش لك الله ولا هو عارف راسو علاش دابا نبقاو حنا نهضرو معاه هو عارف راسو مسكين هو الغرب وتهلا في البين راه عندكم على الخير خير موجي شوف تبارك الله وليتي عا كتنده انت عاود له شي نده عاود له شي نده وريه شوف كي تيدير صوت تبارك الله العاود كي ولا كان يموت جابو ابراهيم مشبوح في الارض مسكين خلصوا السيد راس على واحد خاين انا اسالو خلصوا ب 24000 ياك؟ وانا عس كي توجع قلت له اخوضه هذا على حسابي واش حشومه عليك دير له هاد الحاله هادي اقول لي بسم الله اللي دير له كما واش حشومه عليك والله راه ما غايسمحش لك ولكن راه ما شكرتي السيد اللي دا وتهلا فيه هذا هذا حريفي هذا انا ربيته هذا هو يقول لك مع من تربيتي؟ مع ابراهيم وشكون اخر؟ شابو مع الرويجل انا ما كانش حيد من الدار هذا ما الناس حريفية اما راه دابا اش بقى دابا هو عربازه دابا شي عاود مليون كيردو ديال 10000 خليه عاود واش عرف قيمته اذا راه قريب الدم نقول لك الخير الخير هما الخير ما كانش خير ما يكونش خير حريفية القديم فينهم بقاو استقلوا الناس فينهم اللي كنا كنعرفو كنا كنعرفو في دوا في زاوا كنا كنعرفو بالكويله كنا كنعرفو الناس ديال الشاضمه الناس المعلميه ياك شي مات شي باقي حي الله يرحم الله يرحم شي راه شي باقي حي شي راه سلم هاد الحرب ما بقاش خدام راه الدوده هي اللي باقا فيا 46 عام وحنا البيت ولكن حلق لك على العود ريقلو ابراهيم ياك 47 سنه وحنا البيت الحرب واش درنا ياك قادو ابراهيم وقدو شويه تبارك الله هو دابا حنا غاديين معاه هو داود دابا مازال غنعاود الفيديو معاه مازال غنعاود الفيديو معاه مازال غتشوفو كلشي بعينيك لا ماشي شي خدمه ولا شي خدمه غير ديروها الحوش حيت هاد الشبيكات راه كانت ديال شهر صافي ياك صافي هذا طريب هذا ولا طريب بورد وباش كتعجبني انت كتخدم عليه كتسالي كتجيب له عليفه ديالو هي تعطيه ياك ماشي خدم عليه وطلقوا الطار ولا طلقوا يمشي يقلب على راسه الدواء يعاودوا الدواء يعاودوا انا كان عماوي تسمع ليا يقولوا اجي شي جي ياك وبالمناسبه الخوت هذا هو مول العود اللي خديناه داويناه ها هو العود جبنا له تبارك الله عطاه له شويه العلف ها هو تبارك الله العود تقاد ياك شفتي العود تبارك الله كي ولا شتيه عقلتي له النهار اللي جبناه شاد الموت مسكين ياك تبارك الله وقف موازنة الخيل ديال 160 170 يا مكرارس كنت نشارج بلاي صعب درهم من البلاصة يا قنيطرة البطار الله يرحمه مسكين هذاك هو اللي تعلمنا علمنا السي احمد ولا زهير ولا راس محمد الحمد لله شو عنده بالعربي الله يرحمه حميدة حميدة وبن ادريس وشامي وبوشي الناس قدام شو 15 الله يرحمه وتامي
على راسي الناس القدام فينا هما هادو الناس ديال قنيطره الحريفيه القدام ها هنا بولغالي الله يرحمه السيد عبيدي السيد كويتيوا وكان القويدة وكان الميسا وكان الميسا وكان الزوح وكان عرب عدم الزراب الناس القدام فينا هما الناس القدام ما بقاوش ولا عندنا الصوار كان الناس حريفية الناس حريفية كتشرب خير باش عرف عندي شحال انا كنخدم ونصور عليهم فلوس وكنرجعهم كيخلو في عنايتهم كيما جات تشدو كتسالي معاهم كتخلص في عنايتهم كيبقى العود في عنايته العود مش بقى في عنايته الف هو كلشي العود دابا ملي كنت جيت تمشى لا واه العود راه ور كبري الف الف وشي العود مشباش توقف ما كاين والو ياك كاين والو تحيد من المجهود خصك تلعنو باش عارف قيمة العود العود كسر العود لك فوق العود بلا عود ها ضرب تماره وفي الاخر جيبو حطو ما نسوش هاد الخيل ديال الموسم الناس تقهرت من الف ما بقاوش الموسم بقاوش بيعوا سريه غيشري العود يشري العود ب 3 مليون 5 مليون 10 مليون 12 مليون وليتي كتجيب عود ديال 5 6 كيعطيو فيه 100000 شحال 100000 في السنين عاود ولا ديال السلاح ولا ديال الكروسه حشومه انا خصني شي خسر ديال البلاصه شي ديال المواسم شي خسر ديال البلاصه ياك غيرجعوا المواسم تلقى ديال تقاد كلشي مزيان بسم الله كلشي غيعيش اللي بيع شري ولا كلشي علاش هذا المحروم هذا المحروم هذا ما تحركوش الموسم ما كاين والو ياك علاش بزاف انت تقهرب هاد الكراس هادشي عاود عاود ندير 85 600 كتشري انت تشري كدير الكراس اش بحال عاود ما قيمش كتنقص القيمة ديال الخيل كتنقص كنعرفو العود ديال السلاح كان كيتشرى ب 16 مليون 20 مليون عود اصيلي كان كيتشرى ب 70 مليون 80 مليون بالكارطة ديالو بالورقة ديالو بالورقة ديالو كاين الزين والصغر والوفا والكباري والصغر معلم الكباري والسس والعود الوفا قدا كتلقى قدار نعرفو العود العود اصيلي كاين بيرسا كاين الاصيل المغربي كل واحد واحد علاش عاود غالي تمي كاين العود اللي قومي راسو غليظ بحال الصندوق بحال الحمار حاشي هذاك 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 تيكون مود الحمار بوه من المود الحمار ياك داك الشيء باش كيخرج راسو كبير عاود ولي تيكون راسو صغير هو العود راسو صغير معلم وديناتو صغيور راسو صغيور تيكون عاود طاروس تيكون العود حافظ الصواعق ديال الدماغ كاين العود اللي تعاود عنده عندو كارت ميمار مقلوبة وكل اللي معلم حريف ليش عارف الخير تدي تجيبو شي عارفه شي بلاد مشي الحق شي حط فلوس وشي شي نجم وكل الناس معلمية تتشري الخيل وكتبيع بالثمن وكتبيع بالشارة تشري بوجه حمر ماشي تشري شي حاجة الشارة بوجه حمر تجيب تدي فلوس وكلشي كيقولك سيتا السيمانة الجاية وجي خلصني تا السوق الجاي عاد جيب لي فلوس على داك اللي ربح شي حاجة ربح من داك وصافي ما عندو الله والله تزيدو خير بخير لا كانت نيتك زوينة كانت نيتك زوينة ربما ما كيخيبش حيت هذا النية ديالو صافية وعندو وليدات وكدا وادي سلام على الناس وداز ودوز معانا ودريوش تا هو ودباب الله وتعاوننا معاه ديك النهار ديك النهار ملي جيت داوتو لك عطيتيني شي حاجة الله يرحمك الوالدين علينا باش يعرفوا حتى الناس شنو كاين السيد هذا هو اللي مسكين كاع ما كتش في الدار وليداتي قالوا فينا بو قالوا ما كاينش قال لك سير جيب الدواء واجي وجاب الدواء معاه في الكراسه داويت راسي وداويت وجيت بحال والغد ديال صباح العود شويه صباح العود ناضي ما بقى فيه حتى حاجه السيد راه مع البركه والله عرفت من كتفو من هنا السيد راه مع البركه رد طايح مسكين وحيد الميكا وراه بين لكم الفيديو ديالو والمولى ديالي كنكسبو هذا راه هذا شنو خاص قلبو حجر ماشي قلبو ديال الإنسانية ديال الرجولة كيعرف قيمة العود 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 حيد من الجو كل شيء وعطيها له والدينا حنا كانوا يوكلوا الخيل ويبقاو هما بولادهم بالجوع شي العود تيجي كتسبو هو كتعرف شحال ما هي حياة عندك عليك تمشي للجوع قول لي اخو الرويج مع البركة البركة ديال الله حنا بالنية ديالنا ماشي البركة حنا عندنا واحد البركة ديال الله سبحانه وتعالى ودي الله راه عطيها لك الله ديالنا النحلة بالنية ديالنا ماشي هادو وجهنا كي داير سبحان الله العظيم عطينا النور ديالو من عنده واخا تكرفصوا علينا شي ناس الله غيخلصهم هادوك الناس اللي تكرفصوا علينا الله غيخلصهم كاع اللي كيدير شي حاجة كترجع له احنا حيدونا الكرار سبحان الله وشاكرين الله وشكرا فهمتيني ها هو حيدو رزق جانا رزق اخر اخر كلام
الله يدير الخير. الله يدير الخير الحمد لله. وتحية لدريس. آخر كلام. آخر كلام. تحية لدريس. تحية لدريس. ودور عبد عبد العالي. دور عبد 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 العالي. فين هو عبد العالي؟ آه يا عبد العالي اهدى له. تحياتي خويا. آه تحياتي.